كيف حالكم؟ أول كيف أصبحتم؟ أتمنى أن تكونوا دوما بخير إن شاء الله تعالى. اليوم أحبتي في مادتنا مادة الرياضيات سنكمل درسنا الذي بدأنا به البارحة، وكان وحدات الكتلة غير القياسية. وحدات الكتلة غير القياسية، قلنا البارحة يا أول أنه نستخدم لقياس الكتلة الميزان، ولمقارنة الكتل لمواد معينة نستخدم ميزان ذو كفتين، ميزان ذو كفتين. وقلت لكم أنه لأننا سنستخدم وحدة غير قياسية لقياس الكتلة سنستخدم ماذا؟ أحسنتم، المكعبات. سنستخدم المكعبات، لأن المكعبات وحدة غير قياسية. لماذا وحدة غير قياسية يا مسرامة؟ لأن المكعبات لا توجد بحجم ثابت، فمنها كبير ومنها صغير، منها كبير ومنها صغير. أنا لدي حجم متوسط أو يمكن يكون صغير، أنتم قد تستخدمون أحجام كبيرة أو أحجام أكبر من حجمي أو أصغر من حجم مكعباتي، لذلك هي وحدة غير قياسية. وقلت لكم أن الميزان قياسي لو كان ماذا؟ لو كان رقمي، لو كان يعطيني رقم فعندها يكون قياسي، أما لأنه لا يعطيني رقم فهو عند استخدام المكعبات يكون غير قياسي. المكعب غير قياسي، الميزان قياسي إذا كان رقمي، الآن يا أول سوف نقوم أنا وأنتم بحل كتاب الطالب والتمارين، وأتمنى منكم أن تشاهدوا الفيديو لتكون إجاباتنا موحدة، لأنه يوجد فيها قياس خاصة في كتاب الطالب. أتمنى منكم أن تشاهدوا الفيديو وتقوموا بالحل معي ليس لوحدكم، لأنه يوجد قياس وأريد الإجابات أن تكون بيننا وبينكم موحدة إن شاء الله تعالى. الآن جهزوا كتاب الطالب وكتاب التمارين لنقوم أنا وأنتم إن شاء الله بحل الأسئلة سوية. هيا معي يا أول. الآن يا أول افتحوا لي كتابكم صفحة 90 و91. عندي درسكم هنا وحدات الكتلة غير القياسية، وحدات الكتلة غير القياسية. يسألني هنا في استكشف أيهما كتلته أكبر، لميس أم عباس؟ من كتلته أكبر برأيكم، لميس التي في الأعلى على لعبة السيسو أم عباس الذي يكون في الأسفل؟ أحسنتم، قلنا أنه عند قياس الكتلة، لاحظوا وعندي هنا على الميزان، على ميزان ذو الكفتين، قلنا أن من يكون للأسفل هو الأثقل والذي في الأعلى يكون أخف، الذي في الأعلى يكون أخف. لميس على لعبة السيسو في الأعلى وعباس في الأسفل، من سيكون أثقل؟ أحسنتم، الكتلة الأكبر لعباس، الكتلة الأكبر إذن ستكون لعباس، الكتلة الأكبر ستكون لمن؟ لعباس، أليس كذلك؟ إذن عباس كتلته أكبر، أما لميس كتلتها أقل، لماذا؟ لأنها لاحظوا في الأعلى وعباس في الأسفل. نأتي الآن إلى أتعلم. يقول لي يمكنني استعمال مكعبات وميزان لقياس كتلة الأشياء، وحينها يكون عندي وحدة غير قياسية، تكون وحدتي غير قياسية. عندي هنا عندما وضع الكرة يا أول وضع 4 مكعبات، هل أصبحت الكتلتان متساويتان؟ لا. وضع أيضا 4 مكعبات أخرى، هل أصبحت متساويتان؟ نعم. لاحظوا إذن كتلة الكرة تساوي 8 مكعبات، كتلة الكرة تساوي 8 مكعبات، لكن لاحظوا عندما أضاف 4 أخرى أصبحت كفة المكعبات أثقل من كفة الكرة، هذه لا تساوي وهذه لا تساوي، أما هذه تساوي. نأتي الآن إلى أسئلتنا يا أول، نأتي إلى أسئلتنا التي يقول لي أبحث عن أشياء آتية وأقيس كتلتها مستعملا المكعبات والميزان. أنا أحضرت لكم هذه الأشياء هنا، جهزتها لنا هنا على الطاولة، ونريد الآن أنا وأنتم، جهزت الأغراض لنا هنا على الطاولة ونريد أنا وأنتم قياس كتلتها بالمكعبات والميزان، بالمكعبات والميزان. يبدأ أولا بالمقلمة، ها هي المقلمة وأنا أحضرتها فارغة، أحضرتها فارغة لا يوجد فيها شيء، لذلك أرجو منكم أن تقيسوا معي وتكتبوا الكتل معي. لو وضعنا المقلمة هنا يا أول
وسنحتاج الآن المكعبات. سنحتاج مكعبات، نضع الاثنان هنا ونضع اثنين آخران هنا ونضع اثنان آخران هنا ونرى ماذا سيحصل. نزلت كفة المكعبات كثيرا، لكن لاحظوا أزلنا واحدة وأصبحت متساوية. كانت عندي هنا ستة، كنت وضعت ست مكعبات لكن نزلت كفة المكعبات. لاحظوا عندما كانت ستة تنزل كفة المكعبات. لكي تكون متساوية أزلت واحدة، أزلت واحدة، أصبح عندي كم مكعب؟ خمس مكعبات. إذا سنكتب، سنكتب يا أول عند المقلمة خمس مكعبات. احتجنا تقريبا خمس مكعبات للمقلمة الفارغة، للمقلمة الفارغة احتجنا خمس مكعبات. اكتبوها عندكم خمسة، اكتبوا عندكم خمسة. بعد المقلمة انتهينا من المقلمة الآن، وبعد المقلمة يقول لي أقيس كتلة ألوان مائية، علبة ألوان مائية. سأضع علبة الألوان المائية هنا، لاحظوا وضعتها هنا، لكن كتلة المكعبات التي كانت للمقلمة أكبر من كتلة علبة الألوان. تعالوا نزيل مكعبات إزالة منها ونرى كم سيكون عدد المكعبات التي سنحتاجها. أزلت يا أول، كانت عندي خمس مكعبات، أزلت اثنان وأصبحت ماذا؟ متساوية. أزلت اثنان وأصبحت متساوية. إذن كتلة علبة الألوان ثلاث مكعبات، كانت خمسة أزلنا اثنان أصبحت ثلاثة. إذن كتلة علبة الألوان ثلاث مكعبات. نكتب عند علبة الألوان يا أول هنا، إذن المقلمة كانت خمسة وعلبة الألوان ثلاثة، علبة الألوان ثلاثة، المقلمة خمسة وعلبة الألوان المائية ثلاثة. نأتي الآن إلى وزن المقص، قسناه البارحة ألم تذكرون؟ تعالوا الآن نضع المقص مكان علبة الألوان. أزلنا علبة الألوان، نضع الآن المقص، وأيضا كفة المقص أكبر من كفة المكعبات. سأضيف واحدة مع الثلاثة ونرى. كان عندي ثلاثة أضفت اثنان، كان عندي ثلاثة وأضفت اثنان، لاحظوا أصبحت متساوية، أصبحت متساوية. إذن عند المقص نكتب أيضا خمسة، نكتب أيضا خمسة. المقلمة والمقص تقريبا خمس مكعبات، علبة الألوان احتاجت ثلاثة. نضع الآن قلم الرصاص أو قلم الرصاص هذا، لاحظوا إما أن نضع هذا وإما أن نضع هذا. سوف نضع الأصفر هنا، نضع قلم الرصاص هنا، لاحظوا يرتفع كثيرا. نزيل واحد من المكعبات، أصبح عندي أربعة وما زالت كثيرة. أزيل أيضا واحدة، أصبحت ثلاثة وما زالت كثيرة. نزيل واحدة وأيضا ما زالت كثيرة. نزيل واحدة، لاحظوا أيضا الواحدة تكون كثيرة، المكعب الواحد يكون كثيرا. وضعنا مكعبا واحد وما زال القلم وزنه أخف من المكعب، وزنه ما زال أخف من المكعب. لاحظوا أضع المكعب وزنه أكثر من قلم الرصاص، وزنه المكعب الواحد أكبر من قلم الرصاص. لكن لذلك سوف نكتب هنا عند قلم الرصاص أنه تقريبا واحد، تقريبا واحد. إذن المقلمة خمسة، علبة الألوان ثلاثة، المقص خمسة، قلم الرصاص تقريبا واحد. نأتي الآن إلى المكبس، نأتي الآن إلى المكبس. نزيل قلم الرصاص ونضع هنا مكبس، وها هو المكبس. وضعناه
وضعناه نائما لأنه لا يريد الوقوف. عندي هنا مكعبا واحد أضفت أيضا اثنان، أضفت اثنان آخران أصبح عندي اثنان واثنان وواحد خمسة. سأضيف أيضا اثنان، عندي واحدة أصبح عندي ستة ومع ذلك لم ينزل. سبعة ثمانية تسعة عشرة، لاحظوا تبقى كفة المكبس أكبر، بدأت إنها أصبحت متساوية، لكن كم مكعب احتجنا؟ تعالوا نعدهم. عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر واثنى عشر. إذن المكبس احتاج اثنى عشر مكعبا، اثنى عشر مكعبا. إذن المكبس احتاج اثنى عشر، المكبس احتاج اثنى عشر مكعبا. تعالوا الآن نرى اللاصق، نرى اللاصق. لم أحضر علبته لأنه مع العلبة، العلبة التي لدي في المدرسة حديد وستحتاج وزنا كثيرا، لذلك سأحضر مع اللاصق لوحده. أحضرت اللاصق لوحده. نخرج المكبس، سأضع لكم اللاصق لوحده هنا، ونضع الآن واحدة واثنتان. لاحظوا اثنتان أصبحت كثيرة والواحدة قليلة على اللاصق، لكن مع الاثنان تصبح كثيرة جدا، لذلك سوف نحسب أن وزنه سيكون واحدا. سوف لاحظوا نحسب أنه سيكون واحدا، إذا تقريبا أن اللاصق سيكون واحد، ليس مع علبته، اللاصق لوحده. أنا قصت لكم اللاصق لوحده. الآن سنحسب كتلة، انتهينا من المقص، سنحسب كتلة الدفتر يا أول، سنحسب كتلة الدفتر. أزلنا اللاصق، سأضع لكم الآن الدفتر في الميزان. نضع الدفتر هنا، وها هو الدفتر. عندي واحدة يا أول، نضع اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، ولاحظوا ماذا حصل مع التسعة، ارتفعت كفة الدفتر. إذن الدفتر تقريبا كم؟ تقريبا تسعة. نكتب عند الدفتر تسعة، الدفتر تسعة، تسع مكعبات، احتاج تسع مكعبات. نأتي الآن إلى قلم الماركر ونضعه مكان الدفتر. عندي تسع مكعبات وهي ثقيلة جدا على وزن قلم الماركر، سأزيل منها. أزلت واحدة أصبحت ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، وواحد. لاحظوا معي أصبحت متساوية تقريبا، تقريبا أصبحت متساوية، لذلك سنضع عند قلم الماركر أيضا واحد. نضع عند قلم الماركر واحد. هكذا يا أول نكون قد قسنا كتل المواد المطلوبة منا. سجلوها لديكم على كتابكم أن المقلمة احتاجت خمسة، الألوان المائية ثلاثة، المقص خمسة، قلم الرصاص واحد، مكبس احتاج معنا اثنى عشر، اللاصق واحد، الدفتر تسعة، وقلم الماركر احتاج أيضا واحد. أتمنى أن تكونوا قد حللتم معي لأننا نريد الإجابات مثبتة وموحدة يا أول. نأتي إلى هنا، يقول لي أحل المسألة، أحل المسألة. تبرير، كم مكعبا
لكتلة لعبة الدب وأبرر مجابتي، كم مكعب احتجنا وأبرر إجابتي. لكن لاحظوا أن هنا مع الدب يوجد عندي مكعب إضافي، وأنا أريد كتلة الدب لوحدها. يعني يا أول فرضا، لاحظوا هنا ماذا سأفعل لكم على الميزان. قلنا أن وزن كتلة القلم للماركر، قلم التخطيط الماركر، هي واحدة، أليس كذلك؟ احتجنا فيها مكعب واحد في قلم الماركر. في قلم الماركر يا أول قلنا أن المكعب واحد هو كتلته. لو وضعت هنا مكعب وهنا مكعب، لاحظوا أصبحت الآن الكتل متساوية، لكن الماركر معه مكعب. لو أزلت مكعب من هنا تصبح هذه كبيرة جدا على كتلة قلم الماركر، لذلك سأزيل واحدة. الآن أصبحت كتلته واحد. وهنا عند كتلة الدب يا أول، عند كتلة الدب فهي نفس الموضوع، عندي هنا مكعب إضافي، وعندما أزيل هذا المكعب لمعرفة كتلة الدب يجب أن أزيل مكعب من هنا، أزيل هذا وأزيل مكعب من هنا لكي تصبح كتلة الدب متساوية فعلا مع عدد المكعبات. إذن كم مكعبا كتلة الدب؟ 5 مكعبات. لماذا؟ لأن المكعب الإضافي هنا هو كتلة المكعب هذا. لماذا؟ لأن كتلة المكعب هنا هي كتلة المكعب الإضافي الذي مع الدب. إذن كم مكعبا كتلة الدب؟ 5 مكعبات. كم مكعبا كتلة الدب؟ 5 مكعبات. 5 مكعبات. لماذا؟ أبرر إجابتي. لأنه يوجد مكعب إضافي مع الدب. لأنه يوجد مكعب إضافي مع الدب، وعند إزالته يجب أن نزيل المكعب الذي في الأعلى مع المكعبات. اتفقنا يا أول؟ هذا هو حل كتاب الطالب، ولكي تحلونه معي أيضا اكتبوا لي الثلاثاء في الأعلى والتاريخ لليوم وهو 20/4/2021. اتفقنا يا أول؟ هذه هي حل أسئلة كتاب الطالب. أما الآن تعالوا إلى كتاب التمارين. كتاب التمارين صفحة 38. صفحة 38. أيضا اكتبوا التاريخ لوحده إذا أردتم، هنا 21 أو 20/21، ونأتي إلى هنا. يقول لي السؤال: أكتب عدد المكعبات التي تمثل قياس الأشياء الآتية. قست لعبة سيارة واحتجت هذه المكعبات، كم مكعبا احتجنا؟ 1 2 3 4 5. إذن 5 مكعبات، أحسنتم. وهنا الطاقية أو القبعة، أحسنتم، 3 مكعبات، كتلتها 3 مكعبات. نأتي إلى هنا، هل أضيف مكعبات أم أنقص منها ليتزن الميزان؟ عندي هنا لعبة الدمية، هنا لعبة الفتاة الصغيرة، وكتلتها كانت 3 مكعبات، هل كتلتها هنا متساوية برأيكم؟ لا، من أثقل، اللعبة أم المكعبات؟ من كتلتها للأسفل؟ المكعبات. إذن هل سننقص من المكعبات أم نزيد على المكعبات؟ ننقص منها لكي تصبح متساوية، لكي تصبح متساوية. هنا يا أول لو كان عندي هكذا، لاحظوا عندي الآن قلم الماركر، عندي هي كتلتها 1 ونحن اتفقنا على هذا، والآن هي متساوية. لكن لو كانت هكذا، لاحظوا كفة المكعبات هي التي للأسفل، كما هي موجودة عندكم للدمية، كفة المكعبات للأسفل، كفة المكعبات أيضا هنا للأسفل، هل سأزيد عليها أم أنقص منها؟ أنقص منها. إذن سننقص منها لتصبح متساوية، لتصبح
متساوية تقريبا، لأن كفة قلنا أنها تقريبا واحدة لأن كتلة القلم هي التي أكبر من كتلة المكعب. إذا عندي أول عندما تكون كفة المكعبات هي التي للأسفل أنقص من المكعبات لتصبح متساوية، أنقص من المكعبات لكي تصبح متساوية. أما هنا يا أول الثلاث مكعبات مع لعبة السيارة، كانت لعبة السيارة ماذا؟ أثقل من المكعبات، هل أضيف أم أنقص؟ لاحظوا عندي هنا القلم الماركر قلنا أنه تقريبا واحد لأنه إذا أضفت واحدة أخرى تصبح أكبر، لكن إذا أزلنا تصبح تقريبا متساوية. عندي هنا هي كالسيارة، السيارة أكبر من المكعبات، أضيف أم أنقص؟ أضيف. إذن عند السيارة سنكتب نضع دائرة على أضيف، أضع دائرة على كلمة أضيف، نضع دائرة على أضيف. الآن يقول لي هنا إذا كان الدب الصغير، هذا الدب الصغير مكعب واحد، والدب الكبير هذا الذي عليه فيونكا هي اثنان، والدب الكبير هذا ثلاثة، كم مكعبا سنرسم هنا ليتزن الميزان؟ كم مكعبا سنرسم ليتزن الميزان؟ عندي عن المكعب الصغير سنرسم مكعبا واحد، والمكعب الكبير هذا الذي عليه فيونكا نضع عنه اثنان، واحد اثنان. أما المكعب الكبير هذا فيكون ثلاثة، لاحظوا نرسم ثلاث مكعبات، هكذا سيتزن الميزان. كم مكعبا رسمنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، رسمنا ست مكعبات، رسمنا ست مكعبات ليتزن الميزان مع لعب الدببة، مع دمى الدببة ليتزن الميزان نحتاج ست مكعبات كما هو وضح لي في السؤال، أن الدب الصغير واحد، الدب الكبير عنه اثنان، والدب الأكبر هو ثلاثة، لذلك نحتاج ست مكعبات. بهذا يا أول نكون قد حللنا كتاب التمارين وكتاب الطالب. أتمنى أن ألقاكم دوما على خير أحبتي الصغار، دمتم بحفظ الرحمن دوما، إلى اللقاء.